السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا رودي؟ هاو ار يو؟ الحمد لله يا مستر. زعلانه منك قد كده يا رودي؟ عارفه ليه؟ طبعا اكيد عارفه، سوري ان انا اتأخرت. مش على التاخير يا رودي، خلاص انا التاخير عارفه ان انت كده بتتاخري مثلا 10 minutes، عشان انت بيبقى عندك another session، وبعد ما بتخلصي السيشن you go to the toilet and مثلا wash your face or anything like that. I know. خلاص مش انا عارفه النقطه دي، بس في حاجه تانية يا رودي، you didn't do your homework. Where is the homework؟ ليش بعته؟ بصي تعالي كده انا هوريكي الجروب ما تبعتش عليه الهومورك. والله ليش بعته؟ ازاي يا روجي؟ تعالي كده نشوف، انا هوريك ان هو ما اتبعتش. تعالي كده، تعالي انا هوريك الجروب بتاعك ان هو ما عليهوش الهومورك. شكلك بتعمليه وبتنسي تبعتيه، يا اما ما بتعمليهوش وتبقي فاكره انك انت بعتيه. بصي لا يمس بصي والله يا بعته. روجي، بصي يا روجي، اخر مره ادي اللينك بتاع اخر مره اهو اللي قدامك شايفاه، انا وبعدين انا بعت قلت our session today was about lesson 3 4 and 5 unit 2 connect. خلاص هو بس اللي ما بعتش، بس انا بعته يعني انا صورته لحضرتك، بس هو ممكن هو اللي ما بعتش. بس يعني انت عملتيه وصورتيه بس نسيتي تبعتيه؟ لا هو مصوره وبعته يعني، بس هو ممكن بس اللي ما يكونش الرسالة اتبعتت يعني. ازاي اهو ده الجروب بتاعك مش عليه الهوم ورك يا رودي؟ الهوم ورك ده بالنسبه لي something so important, so important to do your homework. معنى ان انت ما عملتيش الهوم ورك كانك ما حضرتيش معايا. بس أنا صورته. ينفع يا رودي، ينفع يا رودي ماما تقول لك انا ما عملتش النهارده الاكل، لا بس أنا النهارده صورته، أنا في صورته. بس ما تبعتش، ما تبعتش اهو. اخر حاجه انك كتبتها our session today ده المره اللي فاتت، تمام؟ Wednesday كان يوم Wednesday، ومن بعدها ما فيش حاجه تاني. ده كانت اخر session، the last session. So you didn't send your homework. That something so important to me. So important to me to send your homework. And of course you have to do it. You have to do your homework and send it to me. تلاتة زعلانة منك. وسبعين وأربعة وسبعين وسبعين يعني أجزاء من 78 و79. أنا حلاه يعني، أنا حلاه وأنا حلاه كمان طيب دلوقتي. أنا ممكن أقلب الكاميرا أهو، عايزك تشوفني. ماشي يا روجي، ممكن لو سمحتي، لو سمحتي المرة الجاية ما تتقاريش ان انت تبقي عارفة ان انت عاملة الواجب تبعتيه على طول، تعرفي كده؟ أنا بعت والله من ماشي ساعة. طيب ابعتيه تاني يا روجي، ابعتيه تاني مع ناخده النهارده. بصي يا روجي، الحوار مهم قوي، مش عايزة اضيع الوقت في الكلام. احنا تقريبا خلصنا صح؟ مش احنا خلصنا، مش احنا خلصنا يونت 1 اند 2 كله صح يا رودي؟ كله صح. أيوة. طيب اقول لك يا رودي ان المره دي المراجعه بتاعه ايه؟ المراجعه المهم قوي. تمام، لحظة واحدة يا روجي، المراجعة اللي أنا هعملها دي اللي هي على ممكن جمع لك أفكار المقاوي وحاجات خدناها. طيب ده اللي هفتحه دلوقتي، ده كتاب كل حصة لازم تطلع.
مام البتاع طلع تاني من عند المس، من عند المس كل مرة يطلع من عند المس شكل. استني يا روجي، هعمل كده ليه؟ معايا يا روحي، ايه اسمع، معايا. طيب تعالي نعمل كده تاني، سكرين شير. خلاص تمام. انا كنت نشتغل منه النهارده، خلاص، اللي هو المراجعه بتاع الشهاده، عارفاها؟ ايوه كان منزل كده مراجعه ايه، قطعت الله، كان منزل مراجعه لشهر اكتوبر، الحاجات اللي احنا خدناها. تمام، تعالي كده، هتتفتح دلوقتي وهتشوفيها اهي. بصي يا رودي، أول سؤال: أكتوبر ريفيجن، read and complete the text with the words in the books. عندك never always natural organization locations. يبقى ميني فورست is an، كانت ميني فورست كانت عبارة عن إيه بقى؟ organization برافو عليكي، قوليها تاني. mini forest is an organization برافو which عليكي، ايوه plants small areas of trees and the middle of our cities at mini forest we تمام. Which plants small areas of trees in the middle of our cities at mini forest we always always work hard to find the best urban. برافو عليكي، في الاورجانيزيشن دي، في المؤسسه دي، بيشتغلوا جامد علشان يلاقوا احسن ايه بقى؟ ايوه، location location for our forests. These special green areas help people enjoy. المساحات الخضراء دي بتساعد الناس يستمتعوا بإيه؟ enjoy إيه؟ natural برافو عليكي، and help our wildlife. excellent، برافو عليكي، عجبتيني يا روجي. طيب number two، number two، the selfish giant doesn't want to. هي أني واحدة يا كانش عايز ايه؟ one ولا two ولا نمبر 2، تاني واحدة اللي هو، خلاص احنا خلصنا 1. نمبر the 2، selfish is a joint doesn't want to share his garden. برافو عليكي. So he builds a big wall around it. ما كانش عايز حد يقسمه الجنينة بتاعته، عشان كده هو بنى حائط كبير around it. The days pass and the garden is always، الأيام عدت والحديقة كانت دايما ايه، is always ايه؟ snow لا، خلي بالك، أنا قلت and silent، كانت ايه وكانت silent، كانت هادية، كانت ايه وكانت silent، pack empty and silent. okay، خلاص كانت فاضية وهادية. the then حاجة cover the garden and the birds and bees fly، حاجة كانت مغطية الجاردن،
ايه يا حبيبتي؟ سنو ايه يا روحي؟ سنو. سنو برافو عليكي. Then snow covered the gardens and the birds and all the birds and bees fly. آخر away واحدة. Away. Excellent. برافو عليكي. Number three. Cats are my animals. cats are my favorite animals. تمام. They are beautiful. We soft. Fur. Fair, which is nice to touch. They are clean and هما بيبقوا نضاف. وإيه كمان؟ Clump. Calm, calm. Clean and calm يعني نضاف وهادين. Animals, حيوانات نضاف وهادية. Which are usually friends when you pet a cat. لما أنت بتقتني القطة it makes you happy. بتخليكي مبسوطة. So they are good for your. فبالتالي هو حاجة كويسة for ايه؟ dirty لا 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 well being. ان هي حاجة كويسة انها هتخليكي سعيدة. well being too. so they are good for your well being too. مش dirty خالص. طيب number four. Welcome to Ilfad School, a place which we are. all experiments of لا لا مفيش حاجة اسمها experiment of. في حاجة كانت بتيجي مع of. كنت بقول لك ايه؟ ايه الحاجة اللي بتيجي مع of which we are. which we are proud of. اللي احنا فيها ايه؟ مبسوطين او احنا فخورين بيها. which we are proud of. يبقى مدرسة الفؤاد المكان اللي احنا فخورين بيه. This is the Ahmed Zweil building. This is the place where students study. فأحمد زويل الأولاد كانوا بيدرسوا إيه؟ ساينس أوكي. ساينس. There are four classrooms and two new. في classrooms أربع فصول وحاجتين جداد. And two إيه؟ Two new إيه؟ تمام. قوليها بقى. لاب ستيشن Laboratories. Laboratories يعني معامل. Laboratories. لابوراتوريز. تمام. There are four classrooms and two laboratories. These laboratories have all the equipment which classes need to do. المعامل اللي هناك ديت فيها كل المعدات اللي هي الفصول محتاجاها علشان ايه؟ classes need to do. experiments برافو عليكي. experiments يعني ايه؟ تجارب تمام. طيب رقم 5 and 6 هيكونوا homework. ماشي ماشي يا رودي. ماشي تعالي نحل تشوز. I always بس help my aunt on Friday afternoon at the community. garden تمام. The community garden is a big green space on the roof for the apartment. Of the بلوك apartment. Look, they take no money. طالما هم ما بياخدوش فلوس money يبقى هم ايه؟ فولنتيرز Volunteers. برافو. شريف lives in A or an on the fifth floor. في الطابق الفيفث. يبقى هو الايه؟ ابارتمنت apartment. In an apartment. قاعد في شقة في الدور الفيفث. We usually vegetables and they begin to grow quickly. We usually ايه بقى؟
احنا دايما بنعمل ايه مع الخضروات؟ هي رودي. نعم قولي كده. هي اللي هي رقم 5 رقم 5. لاند لاند. تمام. We usually plant vegetables and they began to grow quickly. Okay. We use natural when planting organic food. احنا بنعمل ايه عشان نزرع planting organic food؟ فلترزر، we use natural fertilizer. Fertilizers. تمام. When we planting organic food. يعني ايه organic food يا رودي؟ طعم طعم حلو. يعني اللي هو بنقول عليه عضوي، طعام عضوي، يعني من غير without chemicals. Without chemicals. We never use when planting organic food. يبقى احنا ما بنستخدمش ايه لما بنيجي نزرع ال organic food. chemicals. Okay, excellent. My community is the big, sorry, my community is the people who lives in my, يعني ال community هو المجتمع اللي الناس فيه ايه، في ايه بتعيش فيه؟ ايه الايه اه neighborhood. برافو علي. علي is my، علي is very، he always helps people، دايما بيساعد الناس. يبقى هو ايه شخصية ايه؟ nervous shy helpful messy helpful. again helpful. okay. ايمن is he shows respect to everyone. ايه يا روحي؟ بولايت. بولايت. اكسلنت اكسلنت. The selfish giant doesn't want to his garden. شيل برافو. الاولانيه ولا الثانيه؟ التاني. برافو عليك. امير is very، he always gets the full mark. دايما بيجيب الفول مارك. يبقى امير is very ايه؟ كليفر. تمام. clever. he always gets the full mark. we all keep in the library. لازم كلنا نبقى ايه في اللايبراري؟ worried noisy calm nervous. نوزي. يا سلام. لا انت عارفه ليه لا كنت نوزي. ما نبقاش نويزي؟ تمام. يبقى احنا المفروض كلنا we all keep ايه، نحتفظ بايه، نحتفظ بنفسنا ايه؟ كلامب. calm calm. okay. Number 14. My little sister is very، she always worried about taking to people. هي بتبقى worried كده قلقانة انها تتكلم مع الناس. يبقى هي ايه؟ clever shy messy nervous. شوي شوي. برافو عليك. we are of our school. خلي بالك انا حاطه لك بره الاقواس كلمة of. يبقى we are ايه؟ proud. proud. برافو. proud يعني فخورين بالمدرسة بتاعتنا. excellent. cats are my favorite animals and I think they are the best. The cat is الكاتس هي البيست ايه؟ تويز، انسكتس، بيتس، بوتس، بيتس اللي هي بالاي ولا بالاو؟ بالإي. بالاي. برافو عليك. طيب بص يا روجي، من 17 ل 25 will be homework. لسه وانت تبعتيهم على الجروب. هبعت لك الفايل كله على الجروب، وانت تبدأي ايه تحلي الحاجات اللي احنا يعني اللي احنا حليناها مع بعض، تحليها تاني، واللي ما حليناهاش
تحليها هوم ورك، تمام؟ يعني فهمتي انا عايزه ايه؟ يعني من الاخر انا عايزاه كله يتحل يا روتي. اجين انا مثلا بحل معاكي جزء. كم بيج؟ كم بيج؟ عارفه تحليه امتى؟ هو كام بيج؟ 14 بيج. عارفه يا روزي تحليه امتى؟ ليله الامتحان بتاعك. خلاص ماشي. الامتحان بتاعك يوم ايه؟ امتحان الانجليش خمي الأربع. الاربع، يعني هتحليه يوم التلات. لا يوم التلات احنا عندنا سيشن صح؟ ولا احنا أيوة السيشن بتاعتنا يوم الاربع؟ تلات. السيشن بتاعتنا التلات ولا الاربع؟ افتكري لا الاربع صح؟ يبقى هتحليه التلات وتبعتيه لي، واي حاجة هتقف قصادك هتقولي لي يا ميس انا مش عارفة دي، او هتحليه لي يوم التلات وتبعتيه لي عشان ارجع اصححه واقول لك يا كله اكسلنت او في حاجة غلط. تمام؟ إن شاء كله الله. إن شاء الله بإذن الله يا روحي. طيب choose the correct answer number 8. Adverbs of frequency. وليد plays football, he doesn't like sports. هو ما بيحبش الرياضة. يبقى هو هيبقى always, usually, often, never. هي عيني واحدة بس يا مس، بصي يا روحي number 8 اللي هو choose the correct answer اللي جنبي 8 ده، أنا مش هينفع أعلم لأن القلم مش موجود هنا، يعني مفيش هنا قلم. تمام خلاص أيوة. ايمن خلاص. فايه نمبر 8 اللي هي choose the correct answer اللي هي قدامك اللي انا فاتحاها دي قدامك. نمبر 1 بقى فيها وليد plays football, he doesn't like sports. Never play football. never. برافو. the weather is sunny in Egypt in summer. The wizard is usually usually. okay number 3 I eat dates as a snake. I love them. دايما باكل البلح كسناك. I love them بحبه. Are you ready? لا ده انا بحبه. I love them، انا بحب البلح. rarely يبقى نادرا. انا بقول لك انا بحب البلح يبقى انا بعمل ايه؟ never Sometimes. rarely some. لا هتبقى اكتر بقى من sometimes. often. often I often eat dates. دايما باكل البلح as snack لان I love them، انا بحبه. how do you play football with your friends؟ انا هسأل على عدد المرات بايه؟ بهاو ايه؟ Many. هاو ايه؟ How often? How often. برافو عليكي. سامر plays video games, he doesn't like them. خلي بالك هرجع اقول لك تاني، هو ما بيحبهوش، ما بيحبش يلعب فيديو جيمز. يبقى سامر ايه؟ Never. never. excellent. you call me so late at night, is something wrong؟ صلتي بيا بالليل متأخر أو في حاجة غلط؟ فانت ايه؟ you sometimes ولا you always ولا you usually ولا you rarely call me so late at night؟ You جات لنا rarely. على فكرة rarely، جات لنا قبل كده فعلا في الكتاب. دكتور محسن is late to work, he likes to be at the hospital on time. يعني هو دايما بيحب يكون في المستشفى بتاعته on Never, time. never late. he is never Never. late. تمام، عمره ما بيتأخر. برافو عليك. how do you go to the dentist؟ برضو بسأل على عدد المرات زيارتك للدنتست. do How you know what often? the meaning؟ تمام. how often. do you know meaning of dentist؟ إيه؟ انت عارفة معنى كلمة dentist؟ dentist. how انت قلتي دكتور how often. how often اللي هو ايه؟ دكتور اسمي برافو عليك. number 9 we don't like fish at all, we eat it. احنا ما بنحبش السمك يبقى we ايه؟ never never eat it تمام.
My aunt lives with us, so I speak to her. My aunt lives in his house. Rarely. عادة. لا هي بصي rarely مش عادة، هي rarely يعني نادرا، دي أول حاجة. تاني حاجة الجملة، الجملة دي في الدرس يا روجي. My aunt lives with us، عمتي عايشة معانا، يبقى أنا بتكلم معاها never، ما بتكلمش معاها أبدا، ولا I ever، ولا rarely، ولا often. أوفين. often يبقى so I often speak to her. We see my aunt and uncle. They live in Australia now. هما الأنت والأنكل عايشين في أستراليا. So we often, usually, rarely, always see. هيشوفوهم قد إيه؟ خلي بالك هما مسافرين، مهاجرين أستراليا، يعني مهاجرين. تمام، Rarely. يبقى rarely. تمام. We go to Alexandria in the winter. It's too cold and I don't like cold weather. We often. We often. هي قالت ايه؟ بصي يا، بصي يا روزي، ما بتقريش انت الجمله وتفهميها لحد الاخر، ودي غلطه. هي بتقول لك احنا اسكندريه في الشتاء، it's cold، الجو بيبقى برد قوي، and I don't like cold weather، انا ما بحبش الجو البرد. يبقى هي بتروح ولا مش بتروح؟ Never. Never. برافو. تعالي choose the correct answer. This is the place students study science. يلا سهلة بقى. This is a place. دي هتبقى واخدة ويل. برافو. This is a large open area. Students have break. دي Where? المساحة where. Okay. Here the teacher helps in the garden. Who? We have laptops and tablets we use for our project. We have laptops and tablets. الحاجات ال غير العاقل اللي هي things بتاخد ايه؟ تاخد ايه؟ هو ولا which؟ Wait. تمام تمام مستر عفيفي is a teacher run the football club، هو اللي بيدير النادي بتاع كرة القدم، يبقى مستر عفيفي is a teacher. These are the shoes I wear to school. When? لا مش وين. These are the يا رود، انا بتكلم على الشوز I wear to school، بلبسها وانا رايحة المدرسة، يبقى ايه؟ These are the shoes Which? which. This is a building we do physical education. This is a building. Where? Okay. Dahlia is a girl sits next to me in the English class. Dahlia is a girl who? تمام. طيب تعالي ناخد from 9، من 9 to the end homework. Okay. ماشي. اوكي. طيب تعالي نشوف number 10. هبة is in science. Interesting. Interested. Interested. تمام. تمام. The football game is ماتش Exciting. كرة القدم. Exciting. Okay. This TV show is really
interesting. This okay, this TV show is really interesting. Okay. Hi Farida, I am to see you. Surprised. Bravo. They feel when there is nothing to do. They feel ايه بقى؟ بيحسوا بايه؟ surprised. لا هما بيبقوا حاجة لما بيكونوا مش لاقيين حاجة يعملوها. Boring. Bored. Bored. They feel bored. Okay. His birthday party was, it was a full, a lot of fun. His birthday party was, it was a full, a lot of fun. حفلة، الحفلة العيد ميلاد بتاعته كانت ايه؟ Excited. Exciting. It was a lot of fun. Okay. Okay. 7, 8, 9, and 10 homework. Yes. Okay. Okay. Choose the correct answer. ده كله هنعمله اللي هم من 1 ل 5 عشان هم مهمين. بس quickly يا رودي. I like most types of fruit. I don't like mangoes. بتحب معظم أنواع الفاكهة بس ما بتحبش المانجا. But تمام. We want to go to the beach. It's raining today. so لا. but But. Lizards make good pets. Make good pets. It's difficult to find food for them. يعني الليزرد هو حيوان أليف تمام كويس يعني، بس صعب إنك تلاقي له أكل. بات هاوس. هما مش عارفة ليه مختارينهم كلهم بط ليه. هي برضو بط. مش عارفة، بقول مش عارفة اللي اختارينهم كلهم بط. Five side football is an exciting sport. It takes a lot of time to practice it. برضو هتبقى بط يا مس. بص حاجة، أنا لاحظت حاجة رودي. بات يا مس. تمام. اوكي. هو بط. كان هنا. choose the correct answer but ايوه شايفاها شايفاها. بص بالك، هو كاتب ايه؟ choose the correct answer وجنبها بط. يعني هو تقريبا هو عايزهم كلهم يبقوا بالبط، يعني هو بيفهمها لك تقريبا. Match one part A, the suitable part from B. تمام. تحتين. Yes. Yes. Yes.
ريدي معايا؟ ايه مش ها دلوقتي، معايا؟ ايه طيب موجودة. تمام، ثانية هكمل الشير يا ريدي ونكمل السيشن. ماشي. انا ان شاء الله باذن الله بعد السيشن يا روجي هبعت لك على طول الفايل ده تطبعيه وتحليه. تمام، مهم قوي. طيب احنا كنا خلصنا الكوريكت انسر، كنت قلت لك خلي بالك هو كاتب لك بات، فتقريبا هو قاصد ان هم كلهم يبقوا بات تقريبا، يعني تقريبا عايز يوضحها لك يعني. طيب match one part from A with a suitable part from B. يلا What does Mariam go in؟ بصي يا رودي، رودي انت قلتي ايه وات؟ تمام، هي مش وات، هي وير. Where؟ Where يبقى does؟ خلي بالك ليه، لان انت كده ممكن تختاري اجابه غلط. Where does Mariam go on Fridays؟ She is going to park. She is going to the park. لا لا هتبقى غلط. عارفه ليه يا روجي غلط؟ بصي بقى وركزي في اللي انا هقوله ده كويس قوي. بصي السؤال كان نمبر 1 She where is. does. Where does يعني present simple، يبقى انا لازم اجابتي تبقى في present simple. She was goes to the community garden. تمام، يبقى خلي بالك من صيغه السؤال يا روجي. يبقى السؤال بداز، يبقى لازم احط الاجابه في البريزنت سامبل. تمام، our apartment clock is on. Is our apartment is on? That 16th floor. تمام، برافو عليكي. is on the 16th floor. okay، ايه الفؤاد سكول is a place. Fuad school is the place. Fuad school is a place. ايوه Afraid of mice. لا استنى، لا 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 لا، دي إجابة تانية. طيب ماشي اوكي. What time is it? When which we are proud of. برافو عليكي، برافو عليكي. طيب خلاص، يبقى they are They are. They are. She is going in to the park. اوكي لا سوري سوري غلط. بصي يا رودي، هو في اول السنتنس قلنا they، هم يكونوا، مش هينفع احط تاني شي. ازاي وبعدها الشي؟ انا بكلم جمله فيها they، يبقى they are. Afraid of mice. تمام، they are afraid of mice. اوكي، I am excited to see. I'm excited to see. أنا عندي excited إن أنا أعرف أو أشوف.
استنى ايوه what happens next، ايه اللي هيحصل بعد كده؟ what happens next يعني انت عندك مثلا series انت بتتفرجي عليه في التلفزيون or film، فتقولي I am excited to see what happens next، يعني انا عندي excited يعني متحمسه ان انا اعرف ايه اللي هيحصل بعد كده. تمام، يبقى دي number 5. طيب number 13، what's the community garden What is the community garden? It's a big green space on the roof on of apartment block. برافو عليك. When you are not selfish، انت لما ما تبقيش أنانية، تمام، يبقى ايه؟ Good thing is happening. برافو عليكي، good things happen. Okay. Our apartment is in the city center. برافو عليكي، هايلة. باسل is very clever. And she good at math. ليه كده؟ ليه كده؟ ليه كده؟ And he is good at math. He، خلي بالك مش she. خلي بالك قلنا باسل، يبقى هتختاري الجملة التانية بقيتها يبقى he. تمام؟ يبقى باسل is very clever and he is good at math. The IT building is a place. Where are you? Can find our computer and classrooms. برافو عليك يا رودي، على فكرة أنا عايزة الفول مارك، أنا مش هقبل بأقل منها، خلي بالك، وعاملك وقتها شهادة تقدير وأحطها لك كده على السايت بتاع توب أكاديمي. ماشي يا رودي، إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. عايزاكي كده تركزي في الامتحان كويس قوي وتفكري حلو قوي قبل ما تجاوبي. خلاص نمبر 14 و15 هومورك، تعالي نعمل شوية من الري أوردر. خلاص هنقول where، يبقى where ايه؟ where ايه؟ Where does Marion go on Friday? برافو. The community The community garden is a big the community garden is a big green space. is a تاني، معلش يا رودي. The community garden is a big Big green green space. تمام. طيب volunteers، volunteers their work from the neighborhood. volunteers work، لا Volunteers neighborhood، neighborhood ازاي مس لا volunteers، Is the volunteers volunteers there is لا يعني there ما فيش is، ما فيش is. volunteers there work from the neighborhood. volunteers there يعني المتبرعين اللي هنا،
were from the neighborhood. تمام تمام What عرفتيها. do you grow what do you grow لا things لا what things do ايوه. you do grow What things do you grow؟ ايه الاشياء اللي انت بتزرعها؟ يبقى what things do you grow؟ تمام؟ Let's go and on let's go meet تمام. Let's go meet some of my friends. excellent برافو عليك. Suddenly suddenly يعني فجأة. Here أيوة here stomach make a loud noise تمام. Suddenly her stomach makes a loud noise. Okay. Elephants. elephants afraid of our mice لا لا رتبيها حلو. afraid elephants أيوة are أيوة elephants are afraid of mice. afraid of mice. Okay تمام. Cats 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 are my favorite pet. برافو عليكي. اللي وراه نمبر 9 cats. Cats cats is لا cats are هي عرفتيها يا رودي؟ هي كاتس هتبقى ار، خلي بالك، وبعدها كاتس ار. good for ايوه good for will will be. طب ما هيبقى عندك يور ما استخدمتيهاش. cats are good for your well-being. تمام. يبقى cats are good for your well-being. تمام. Cats have. Cats have ايه بقى؟ have a claws and and sharp teeth. برافو عليكي. My school is great. My school. طب يبقى انت ما استخدمتيش new. New school is great. تمام. What what does like Amir? What does Amir like? تمام. What does Amir like? Okay. The number 13, The winter is دي مش وينتر. دي مش وينتر يا رودي، خلي بالك من الكلمات. the weather أيوة the weather. is sunny today. Excellent برافو عليكي. We grow تمام. foreign plants. We grow foreign plants. لا We grow لا
مش عندك never دي بتتحط قبل الفيرب، We never grow تمام، ويبقى we never grow foreign plants foreign plants، in our projects. تمام، يبقى we never grow foreign plants in our projects. excellent، برافو عليك. number 15 what What do you أيوة، what do you usually in the weekend؟ لا تمام، بس في دو تانية، what usually you what what usually do you do on what a weekend؟ usually، أيوة، what usually you do، Do you do on a weekend؟ تمام، ها عندي how How are things? أيوة، how are things in Alexandria؟ تمام، how are things in Alexandria؟ تمام، number 17 ل 20 homework، جد ده بعد كده punctuation، ما تبصيش في المودل انسر، هحاول ابعتهولك من غير المودل انسر يا حبيبتي، خلاص هبعت لك الفايل من غير المودل انسر، هصور لك صفحة صفحة عشان ما ابعتكيش المودل انسر، خلاص يا رودي؟ بكيكة ما نبصش فيها. طيب تمام، واحتمال كمان ابعت لك شيتس تاني تقعدي تحلي ليله الامتحان كتير كتير وتبعتي لي الاجابات عشان اتاكد ان انت تمام. اوكي يا رودي، اوكي يلا يا حبيبتي، يلا، جود باي. good boy.